هذا وتتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 في يومه الثاني، وسط إقبال كبير من الخبراء والمسؤولين العسكريين. وتؤكد فعاليات المعرض والمؤتمر والجلسات التي عقدت على هامشه تؤكد فعالية بايدك ونجاحه في حجز مساحة هامة على خارطة المعارض الإقليمية والدولية في مجال التكنولوجيا العسكرية، حيث وفر منصة لأكثر من 200 شركة عارضة عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه في مجال أجهزة ومنظومات ومعدات وتقنيات الدفاع والأمن في المستويات العسكرية والدفاعية الثلاثية البرية والجوية والبحرية. ويعكس معرض بايدك 2019 أيضا مستوى التطور العسكري الذي حققته مملكة البحرين من خلال جهودها الدولية الرامية إلى تعزيز مستوى الأمن الإقليمي والبحري بالتعاون وتبادل الخبرات المشتركة في التحالفات مع مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة.